مساء الخير احبائي واعزائي. شيرين وليد، مسيحيه 16 سنه من اسكندريه، خطفها جارها المسلم. البنت دي اسمها شيرين وليد، مسيحيه 16 سنه. هقول لكم اللي حصل لها بسرعه. هي كانت في اسكندريه بقالها 3 شهور علشان باباها بيشتغل هناك، فتعرفت على واحد جارهم وبقوا يتكلموا كتير، اسمه مسلم، عنده 30 سنه. لحد من يومين مرة واحدة ملقوش البنت، راحت فين يا جماعة؟ مش لاقيينها. اللي اتعرف بيها انه فضل يقول لها اجيب لك موبايل جديد وافسحك في العين السخنة وكل الكلام ده لحد ما خلاها تهرب معاه. ويا عيني، البنت من اسرة متوسطة ومش متوفر لها كل حاجة، فالبنت اتعلقت بالكلام ده. البنت دلوقتي مش لاقيينها، وبكتب ده علشان الدولة تهتم بالحوار وما تستهونوش بحاجة زي دي. أهلها بلغوا أمن اسكندرية وعرفوا الولد وقالوا هنرجعها، ولسه ما رجعتش لغاية النهاردة. بعيد عن إن البنت غلطانة ولا لأ، بس هي لازم ترجع قبل ما يحصل أي حاجة. هو بيضحك عليها وهي مش واعية. ساعدونا، ربنا يخليكم، وانشروا الموضوع بالطريقة اللي تعجبكم. لازم شيرين ترجع النهاردة النهاردة النهاردة. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. وقد ايه انا كنت بنصح دايما الاهالي واقول لكم خلي بالكم من بناتكم، صاحبوا بناتكم، اقعدوا اتكلموا معاهم، مش الظروف الماديه كل شيء. عرف اي بنتك او ابنك ان هي دي الظروف وهي دي امكانياتك، وهي هتقتنع بكلامك، لان هي محتاجه كلامك، مش محتاجه فلوسك ولا محتاجه اي حاجه تانية. اي انسان محتاج الحضن الدافي، محتاج الكلام، محتاج الحوار، محتاج النقاش، محتاج كل حاجة. بنتك هي نور عينيك، ابنك هو نور عينيك، ابني ابنك ولا تبني لابنك. ارجوك اهتم باولادك، ارجوكم ارجوكم حافظوا على اولادكم، ارجوكم خدوا بالكم من الذئاب الخاطفة. انا مش هقدر اقول كل مرة بقول، والبابا بيقول وكل الناس بتقول وكل الناس بتنصح، لكن واضح ان مفيش فايدة من الاخوة المسيحيين اللي انا واحد منهم، اللي بقول لكم عندكم كم من الاهمال الشديد، ونرجع نقول اصل هو اللي غلطان، اصل هو اللي عامله، والغلط من عندنا. أرجوكم 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 حافظوا على بنتكم، أرجوكم حافظوا على ولدكم وأولادكم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي من قناتكم، قناة المسيح هنا، وأرجو أن يعجبكم الفيديو، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.